معي سيارة وأريد أن أبيعها وأعلم أن فيها خلل خفيف. وسألني الذي يريد أن يشتريها هل تعلم بها شيئا؟ قلت هذه السيارة أمامك، جربها إن عرفتها، ولم أخبره بشيء عنها. فما رأيكم في ذلكم البيع؟ جزاكم الله خير. هذا البيع غير صحيح. ما دمت أنك تعلم أن في السيارة عيبا خفيا لا يعلم به المشتري، فلا بد أن تبينه له. فإن لم تبينه له كان هذا من التدليس والغش. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين أورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إذا كنت تعلم عيبا في السلعة وجب عليك أن تبينه للمشتري، والصدق كله خير، والثمن الذي يأتي مع الصدق يكون فيه بركة، والثمن الذي يأتي مع الكذب يكون فيه شر وسحتنا. جزاكم الله خيرا.